خويا عيسى بهادشي اخويا دال وإلا دال اخويا انت تشوف راه ماشي اليوم ماشي اليوم راه شي 3 سنين دابا كيولي الفيضان هذا الارض ملي غتشرب الماء راه اذا التراب غيمشي غيبقى الحجر تقدر هادشي يبقى شي حاجه راه باينه يخير وعلى خير بدات شويه الشتا تشن الفيضان جاي من هاد الجهه من جهه البستان جاي هابط عندنا هنايا وحنا اللي خدمنا ما كاين حتى واحد حنا راه عرقنا اخويا انت تشوف راه شوف الفيضان الشارع حتى هو كان فيه الفيضان كلشي والحمد الحمد لله على الخير حنا راه باغي الخير ولكن هذه راه ماشي الشتا راه شي قوات ثمانية طلع هما الشتا راه الشتا قليله والناس راه مضروره اخويا هنا راه ماشي العام الاول هذا ولا ديما بحال ما هكا ديما واحد العام راه البلافو ولا هنا الطوموبيلات هزت من الماء وكنحمد الله على هذا الخير هذا ولكن هذا الشيء راه من القوات ماشي من الخير ماشي من الشتا هادشي ماشي ديال الشتا حيت الشتا الله شي قسمين تبارك الله تبنى الماء جاي من هاد الجهه من حدا البستان جاي لهنايا الشارع دريس الحارسي هذا امام الحياني ديال قيصرات الحياني الا كاب ديال قيصرات الحياني هو اللي ديما مزرور بحال ما الناس راه خرجوا الطوموبيلات ديالهم الناس كاين اللي كثيره كاين اللي وقفه ليه الطوموبيل عباد الله بكم مسافرين ما كاينينش كاع الطوموبيلات ديالهم هما هنا يقدروا يخسروا يقدروا يضيعوا واش غنقول لكم اخويا ما عرفتش والله ما عرفتش السبب اخويا اش غنقول لك راه القوات هما اللي كاينين راه ما كايناش قسمين ديال الشتا الشتا غدير هاد الفيضان تبارك الله راه ماشي هي انت قسمين ديال الشتا كامل كلش بدات الليل ودابا جاتها بالنهار جات دابا كون كان بنادم ناعس والليل دابا حنا تقنا حيدنا القوادس حيدنا هادي باش داز الماء كون كان الليل بنادم ناعس اش غيدير راه صعيب بزاف اخويا راه اذا هاد الناس مسؤولين خاصهم يديروا هادشي حل هاد البلاصه الشارع ديال الحارتي خاصهم يديروا ليه شي حل اخويا المهم اخويا كنشكركم على هادشي وانتم تشوفوا حتى حتى الماء اخويا هانزا الطوموبيلات هما هنايا هانزا الما ها هانزا الما ها هانزا الما يخرج الطوموبيل تبقى الصوبور هذا باش يخرج الطوموبيل